انت نشر صورة لشاب مسيحي نعم. واقف اثناء صلاة الجمعة بيقرأ في الانجيل، هذا الصف وسط المسلمين بين اخوة من المسلمين ماسك الانجيل وعليه الصليب وهو بين المصلين في الجمعة تضامنا مع حق اخوته المقدسيين المسلمين في المسجد الاقصى. نعم لاخوتنا المسيحيين حقوق في القدس، كنيسة القيامة وبالقرب منها بيت لحم بالقرب من القدس لا شك أنها هو ده الشاب. نعم نعم انظروا إليه، ده نضال صفوف جوزيف عبود. نضال جوزيف عبود، بارك الله فيه. نضال أهلا وسهلا أستاذ نضال. جبتوه؟ جبناه. أستاذ نضال أهلا وسهلا بحضرتك. الله يسعد مساكم، وتحية كثير كبيرة لحضرة الشيخ ولإلك. يعني أنا كثير سعيد جدا 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 إنه أنا معكم، يعني سعيد جدا. احنا اللي سعداء بيك وبموقفك نضال. الله يبارك فيك. أيوة. ويجزيك خير. اشكرك، انت اعطيت الصورة الراقية العالية لاتحاد اهل بيت المقدس مسلمين ومسيحيين صفا واحدا لاجل قضيتهم. انت صاحب الفضل علينا ان دخلت معنا في هذه المداخلة، انتم الذين هناك في ارض الرباط صفا واحدا. الله يبارك فيك يا نضال، صورتك هذه أوصلت رسائل كثيرة ليس فقط لنصرة المسجد الأقصى، حتى لمقابلة الجهل المتراكم عندنا في خارج فلسطين في قضية الصلة بين المسلمين والمسيحيين أبناء الوطن الواحد. بارك الله فيك. الله يسعدك يا حضرة الشيخ حبيبي، شكرا لك كثير. سلامي لإخوتنا المناضلين هناك المرابطين. شكرا لك أستاذ نضال. أنت فضلت موجود مع الإخوة المسلمين طول وجودهم في الحرم؟ أنا صراحة نزلت من الساعة 8 الصبح على المسجد الأقصى، ولكن قوات الاحتلال منعتنا ندخل المسجد الأقصى بسبب اختصاصهم لأراضي تبعتنا المقدسات. فإحنا تمت صلاة الأقصى، تمت صلاة الجمعة خارج أسوار القدس، وكانت هناك تجمعات. انا ضليت من الساعة 8:30 الصبح لحتى اقيمت صلاة الجمعة، ضليت مع متواجد مع المصلين وسمعت خطبة الجمعة وتمت الصلاة. ولكن اجمل شعور انا يعني عشته بهاي اللحظة، يعني ولا عمر بحياتي رح اقدر اعيشه، انه لما كنا نكون نصلي ونحكي كلمة واحدة هي يا رب. هذه احلى كلمة ممكن نوصلها للعالم كله، يعني لما نكون احنا الاثنين في نفس الصلاة وامامنا هم قوات الاحتلال طلعوا علينا بنظره انه احنا ارهاب، انه احنا عار على المجتمع، ولكن احنا شعب مسلم مسيحي، من حقنا احنا بندافع عن حقوقنا، وخاصه انه احنا شعب مسيحي موجود في هذه المنطقه، والمسيحيه هي جزء لا يتجزا من القضيه الفلسطينيه الموجوده حاليا في هذه البلد. وانا رسالتي للعالم أحب أن أودي سلام للجميع، خاصة لأخوة الإسلام اللي استقبلوني وحضنوني وخلوني أصلي معهم صلاتهم، وأنا إلي كل الفخر كل الفخر كل الفخر أنه أكون معهم في هذه اللحظة المقدسة بالدفاع عن مقدساتنا، وخصوصا عن المسجد الأقصى الذي هو وجه القدس ووجه الخير في جميع أنحاء العالم. نضال، كنت وحدك ولا كان في إخوة مسيحيين معك؟ أنا صراحة توجهت لوحدي في هذا الموقع، لأنه إحنا هون خاصة المسيحية أقلية جدا في البلاد هون. نعم. توجهت أودي رسالة، أنا وجودي كان بين المصلين أخوتي الإسلام هي رسالة للعالم، إنه إحنا هون إيد واحدة، خاصة نعم. هون فلسطين. وأنا حبيت إنه هي الرسالة تطلع على كل العالم، إنه مش بس إحنا فلسطين إحنا إيد واحدة، لازم هذه الرسالة توصل لجميع العالم، انه احنا بالقوة سواء مسلم او مسيحي اذا كنا ايد بايد ما في ظلم ولا في اي قوة بالعالم ممكن انه تحركنا. نضال رسالة. نضال. ايوه. هذا ما هو غريب، بارك الله فيك. نحن لا نزال نذكر بالمعروف والفخر والاجلال موقف كنيسة بيت لحم، بيت لحم التي هي محل ولادة السيد المسيح عليه السلام، عندما آوى المقاومون إليها وبقيت تحت الحصار لمدة طويلة، والقساوسة والآباء الذين هناك يرفضون تسليم المقاومين للعدو المحتل. المسلمون والمسيحيون في بيت المقدس وفي فلسطين صفا واحدا
في مواجهة هذا الاحتلال الغاشم، والذي سمعناه منك اليوم درس. أنا أرجو هذه الصورة أن تبقى منتشرة في وسائل الإعلام، ليتها تعلق في الشوارع، في إعلانات الشوارع، صورة نضاله بين إخوته من المسلمين في المسجد الأقصى. أبلغ سلامنا لإخوتنا من المسلمين والمسيحيين، الله يقويكم يا نضال. الله يسعدك يا شيخ، وأذكرنا الصلاة دائما، لأن احنا محتاجين صلاة إنسان زيك، إنسان رائع. الله يبارك. وأنا بشكرك كثير على نشر صورتي عندك، يعني أنا بشكرك كثير 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 كثير. يا نضال، هذا جهد المقل، نحن خجلانين من الله ومنكم، ماذا قدمنا؟ بشكرك أخي نضال، بشكرك جدا، وبقول لك رسالتك وصلتنا، أثرت فينا جدا جدا جدا، ونتمنى أن تصل إلى من له قلب في هذا العالم. أخبرني مطران القدس أن حركات اليمين الإنجيلي المتطرف الأمريكية، نعم، ليس كل الإنجيليين، هناك أناس محترمين من الإنجيليين، لكن الإنجيل اليميني المتطرف، نعم، اللي هم دواعش المسيحيين من الأمريكا، يأتون بجهد مكثف على المناطق المحتلة لتحويل، ليس المسلمين، لتحويل المسيحيين الأرثوذكس الذين هناك إلى توجهاتهم وإغرائهم بالهجرة وترك بيت المقدس. لهذا كما سمعنا في كلام نضال أن المسيحيين أصبحوا أقلية شديدة في داخل بيت المقدس، فينبغي التنبه لمثل هذا الأمر. نعم، حضرتك تكلمت الذين يسمونهم المسيحيين الصهاينة أو الصهيونية المسيحية، هذه اللعبة الجديدة التي المسيح منها براء عليه السلام.